عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الراهنة. أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة للوقوف على سير العمل بمختلف المشروعات في مجال الكهرباء باعتباره قطاعا حيويا يرتبط بمختلف مسارات التنمية. اطلع مدبول أيضا على آخر التطورات في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك على سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء.